يعني فترة الحجر الصحي اللي كنا فيها من 3 شهور لغاية فترة قريبة من هالوقت خلت الأشخاص العاديين يبتكروا ويبدعوا ويطلعوا بأفكار إبداعية جديدة، فما بالكم إذا الشخص بالأساس كان مبدع؟ شو عملت في فترة الحجر الصحي؟ تماماً هذا الشيء اللي صار مع واحد من الأشخاص المبدعين بمملكتنا الحبيبة، شخص يمكن التقينا فيه قبل بمرة ومبسوطين أنه حالياً رح نرجع نحكي معه ونحكي عن إبداع جديد من إبداعاته. مبسوطين أنه معنا حالياً على الخط الشيف عمر السرطاوي حتى نحكي عن آخر أفكاره الإبداعية. مساء الخير شيف عمر. أهلا ستي، كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام الحمد لله، كيف حالك أنت؟ تمام الحمد لله تمام. Thank you for having me. دائما أنتم ما شاء الله عنكم يعني بالعكس بتتابعوا، وشكرا كثير للاستضافة. بالعكس وشكرا لك كمان. يعني بدنا نحكي اليوم عن واحدة من هيك الأفكار الحلوة اللي ابتكرتها وطلعت فيها خلال فترة الحجر الصحي، ويمكن هي فكرة لها علاقة بالفاشن أكثر من إنها إشي طبي، بس الفكرة حلوة بحد ذاتها وحبيت اليوم أنه أحكي معك فيها. بدنا نحكي عن فكرتك بصناعة كمامات من قشر الباذنجان. شو هالفكرة؟ هلا هي مش هي قبل الحجر شوي صراحة. اوكي صارت مش بالحجر بس طورناها بالحجر بالحجر صارت كمامه، بس قبل كانت فستان بس الظروف اجت هيك تحت الرياح. لا هو اللي صار ستي انه كنت عم بس يعني انا بحب دائما اطور بشتغل بهالمنتس بمواد جديده. اوكي وبحاول دائما انه هلا الطبخ عم بيكون طريقه جديده لتوصيل الحضارات برا بالغرب بشكل عام. عم بيتم كثير على الشفات اللي عندهم ليوصلوا الحضاره تبعتهم بطريقه مودرن بطريقه جديده شوي وباخراجات جديده. فدائما انا بحس احنا عندنا حضاره وثريه جدا، وعندنا بالذات المطبخ تبعنا بشيء اذا كان بلاد الشام او الاردني بالتحديد او العربي بشكل عام. فيه ثراء وفيه ثقافه وفيه بعد كثير تاريخي. فدائما بحاول انه اخرج الحضاره تبعتنا بطريقه تكون مفهومه للغرب وللناس المودرن شوي برا. فكنت عم بشتغل على واحد من البروجكت تبعيني وشفت قشره الباذنجان كنا عم نكبها، فحاولت انه استعملها يعني بس كتجربه كانت كبدايه. فبلشت اسوي اكسبيرمنتنج عليها شوي. سوري بس ما بدي اقاطعك، شو اللي لفتك بقشره الباذنجان بدايه؟ يعني هي فيها جماليه، اذا عمرك قشرتي اكيد قشره باذنجان يعني بتشوفيها يعني بتحسي حرام تنكب صراحه هيك بالعربي انه بيخملها بكذا. انت حسيت انه هي رايحه لقماش اكثر يعني؟ انا حسيت انه ممكن ينعمل فيها شيء. فجربت الصراحه يعني ما بس تستنج يعني كثير من الشغلات هاي دائما ما تودي لمحل، يعني بتكون عم بتجربي شيء وما بزبط. فجربت مشفتها شوي نوعا ما، لزقت على بعض لزقت زي القماشه، خيطت معي ولبستها لصديق لإلي او صديق لإلي اكشلي كاكسسوار، فطلعت الاشي يعني حلو كان. فمن هون صارت الفكره انه اذا بنقدر نطور ماده من القشر نفسه بدل ما ينكب نستعملها باكثر من مجال، يعني ممكن نستعملها بالازياء، ممكن نستعملها بالعماره، بالمواد، بالهندسه، يعني باكثر من شيء. وهذا الحكي كان قبل 8 اشهر. فبلشنا نطور اطور بهالماده هاي. ومع الوقت يعني شفت ان هي مش بديل للجلد، هي ماده جديده، ماده ثانيه يعني ممكن تكون شيء هاند ميد، فيه جماليه كثير عاليه، فيها التنوع الالوانها بتفرق حسب كل باذنجانه، حسب التمبرتشر اللي بشتغل فيها، حسب الهيوميديتي. فصار يطلع عندي سبيكتروم كامل يعني قزح كامل من الوان ومن تكستشرز ومن هذا. ومن هناك قررت انه بدنا نعمل شيء بالفاشن. اول شيء خطر على بالي انه نعمل فستان ونعمل شغله. وحكيت مع جوردن فاشن ويك على اساس انه اذا بيعطوني فرصه نجرب، واعطوني الشانس طبعا، واشتغلنا على القصه هاي. بعدين صارت الكورونا قصصت الفكره وتحولت لكمامه. فخف الباذنجان، خف كميته. فاللي صار انه حبينا بصراحه نبرز يعني في قبح كان بهالجائحه هاي بالكورونا. الحمد لله ربنا حمانا طبعا وحمل الاردن يعني، بس انه كان في قبح لهاي، فقلنا ممكن اذا نقدر نعمل منها كمامه بس يكون فيها جماليه عاليه شوي، ممكن يعني نبرز كنوع من كولابريشن انا واكثر من ديزاينر طبعا سموه الاميره نجله كانت هي، وفي ديزاينر كثير مهمه كمان عندها براند دي ميلان اسمها سلام. يعني حاولنا نعمل شيء يفرجي جماليه الماده هاي. ومن بعد الحكي هذا
انه نعمل ما جوردن فاشن ويك الكمامه هاي، انه بسموها بروف اوف كونسبت، يعني انه فعليا قدرنا نخلي الباذنجان قريب من الجلد يعني. انا بدي اشكرك فعليا انه انت الشيء اللي خلاك تلتفت للموضوع او خلاك تحول عن انه انت كنت بدك تعمل فستان وبعدين حولته لكمامه، انه احنا فعليا عم نمر بفتره احنا من ضمن الاشياء اللي لازم انه نتبعها ولازم تكون كنمط حياه يومي موضوع الكمامه. هلا مش كتير متقبل، فانت حتى تخلي الفكره شوي متقبله لنا، استخدمت إشي قريب من الشغلات اللي احنا موجود معنا بشكل يومي يومي، وإشي خلينا نقول صديق للبيئة من الخضار من الشغلات اللي إحنا بنتناولها وفيها جمالية أكتر مثل ما أنت حكيت. بس هلا هو في الصراحة إحنا الناس يعني بجوز شوي ممكن تأخذ الأمور باستخفاف شوي، بس هلا في بالعالم كله توجه عم بيكون بالمواد الصديقة للبيئة والمواد اللي بتكون فيها يومين أكتر وبيكون مستدامة شوي. فبشكل عام في شركات هلا برا عم بتطلع في ساوث امريكا وبيوروب وبامريكا بشكل عام اكثر شيء، هدول الشركات عم بيسوي جلد صديق للبيئه وجلد نباتي. على الفرق بالماده اللي عملتها انه هناك بتكون مصنعه بمصانع وبيكون ستارت اب، انا اكشلي الماده هاي عباره عن القشره نفسها زي ما هي يعني، والتكنيكس اللي عم بستعملها اكثر من تكنيك مع بعض، بس الكومبينيشن تبعهم بيسوي ماده فريده شوي، فهي إشي منزلي أكتر، إشي كيتشن يعني إشي طالع من المطبخ أكتر. هلا عمر أنت المادة اللي عم تحكي عنها هو أنت طورتها حتى حتى الجلد ما ينشف، حتى تحافظ على رطوبته، فهذا الشيء اللي اشتغلت عليه. ينشف؟ لا ينشف بس ما يتكسر يعني. أنا بديها تنشف، هي تنشف بس بتصير زي الجلد يعني ضل محافظة على ليونتها نوعا ما. فهي فعليا إشي ممكن يصير ينلبط يعني، عرفت قصدي؟ فهاي هي كانت التجربة. هلا فزي ما قلت لك برا اللي عم بيصنعوه بمصانع، هاي الفكرة فيها إنه إشي كله يعني كله قابل للأكل، كلها بمواد صديقة للبيئة. وهلا بدنا نعمل منها أكثر من إشي يعني، هلا عم نفكر غير المطبخ نعمل في كولابريشنز رح يكون مع فاشن ديزاينر لوكال وانترناشنال، وبدي اعمل كمان منها هلا خيمه بدويه، بدي اعمل اخراج جديد للخيمه البدويه يكون مودرن، خيمه بدويه من قشر الباذنجان. يس بس الخيمه رح تكون مودرن يعني، رح تكون شويه فيها الاخراج تبعها بحديث شوي اكثر من يعني تطور الخيمه تبعتنا. حلو. بطريقه رح اعملها بالباذنجان ان شاء الله. حلو. قد ايه بتحس بانه فكره هاي الكمامه ممكن تكون متقبله هيك لقدام بمجتمعنا، او حتى خلينا نقول عالميا فكره حتى استخدام قشر الباذنجان كجلد؟ هلا هو مش هو الطريقه اللي انا بستعملها شوي بدها 15 يوم، فمش عملي انه تصنع منها كميات كبيره ويعني مش هي جماليه اكثر العلاقه بالفاشن اكثر. هي ماده يس، هي ماده تكون غاليه يعني عشان بدها شغل يعني، بدها الوركمنشيب فيها كثير عالي، فبدها شغل وبدها تعب يعني. حنوصل لوقت مثلا انه نفوت على محلات ويصير يقولوا لنا هاي معموله من قشر باذنجان، انتوا شو بتفكروا مثلا يعني؟ ممكن تقعدي على طاوله معموله 100%. هلا انا شخصيا يعني هو العالم متوجه هيك يعني، مش يعني ودر انا او لا، بس هو الدنيا متوجه هيك بس لاشياء صديقه للبيئه تكون. يس بس هي الفكره انه ما حدا استعمل القشر من قبل كجلد كامل حد معرفتي انا وحد السيرش اللي عملته. فهي توجه حلو انه عم تستعمل شيء كان ممكن يرمى بدل ما ترميه، عم تستعمليه بشيء ممكن يفيد الناس. وعن جد يعني انا بالاول كان بدي اسوي بديل للجلد، بس بالطلع ما شيء احلى من الجلد يعني. شي مره اذا بشوفك برجيك اياها، فيها جماليه كثير. انا شفتها عالية. انا عن جد شفت صور لها، فكرتها كثير حلوه، حتى انت يعني مستعين بفاشن ديزاينر وهيك راسمين عليها او مخيطينها بطريقه كثير حلوه. يس التخيط كثير زاد إليفيشن عمل لها وزاد من جمالية المادة نفسها. فبقولك هي مادة فعليا يعني إشي جديد، مش بديل للجلد، هي مادة جديدة. وبتوقع رح يكون لها بالمستقبل إن شاء الله استخدامات كثيرة يعني. إن شاء الله. أنا بتمنى الله يخليك هذا الشيء، وبتمنى لك كل التوفيق شيف عمر السرطاوي، دائما تتحفنا بأفكارك الإبداعية الحلوة. انت اخر مرة حكيتي لي ايش كانت هي جميل شوكليت؟ كنا عم نحكي بالضبط. جميل ما انت في الجميل، ما انت في الشوكليت. بس اليوم ما اليوم جبتيها صح. اليوم زبطناها. انا توقعت كمامة من كوسة من بطاطا بس مثل هذا. لا عن جد والله ثانك يو، دائما تستضيفوني انتم ما شاء الله. بالعكس تستاهل. وفي مواهب بالاردن هون انا عم بحكي هلا عن يشتغلوا معي، وعن اكثر من حدا كمان ما صح لي فرصة اشتغل معهم.
ما شاء الله يعني على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم عظيمين. فحلو انه يعني نلقي الضوء على الناس اللي عندنا والمواهب اللي عندنا. احنا فخورين فيك وفيهم كلهم. الله يخليكي. ثانك يو سو ماتش. اكيد دائما رح نضلنا على تواصل. بتمنى لك كل التوفيق. تسلمي كثير ستي. ثانك يو سو ماتش. شيف عمر السلطاوي.